ايوه هاد الشيء تبعهم على شنو غنشريو ان شاء الله، ونحضروا معكم اليوم غديوه انا وام رضوان. نعمل سنيه رقاق ونعمل سنيه سمك لو اتاح لنا الوقت يعني ان شاء الله. تابعوا معنا بقى السوق، تعالي كده ناخده من اولها. مرين احنا في سوق السمك اهو، هنا بقى جميع انواع الحبار عايزينه. كابوريا، فاكره كابوريا؟ جمبري وسبيط. دي كابوريا مستورده، دي كابوريا عاديه، دي كابوريا جميله. ده اول واحد في سوق السمك اول ما دخلنا يعني. هصور لكم السوق اللي عند النفق برضو. ده سمك يا جماعه صاحي اهو، صحيه. انا بخاف منه اصلا. ده سمك برضو اهو يا جماعه، ده برضو سمك اهو، ده سمك تعبين اهو. لقينا اللي احنا جايين عشان السردين اهو. محمد لقيته كده عند النفق اهو، هنكسر كده ونبقى عند سوق السمك. احنا كده داخلين على سوق السمك. مش عارفه السمكه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سعود. سمكه ضخمه جدا، جمبري اهو، تعابين. تابعوا بقى الحلقه معانا كده. ده السوق اللي هو عند النفق كده. احنا دخلنا اهو السوق واحنا جينا في الاخر يا جماعه. السلام عليكم. اتفرجت على الحلقه اللي فاتت ولا لا؟ ايه رايك فيها، حلوه؟ طب الحمد لله، الله يخليك. قلت قناه بقى على اليوتيوب، يبقى ارفع اي حاجه وخلاص. لا 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 انا ماليش انا في الكلام ده، ارفع اي حاجه دي ماليش فيها، احنا قناتنا حلوه يعني. شفت كمان الشغل بتاع السبوع والحاجات دي على فكره. اعمل لنا مشاركات بقى. ايه ده؟ ده اخطبوط ده ولا ايه؟ طب امسكه كده، استنى استنى. مفيش سردين النهاردة ولا ايه؟ يلا نكمل جوه. دول اتنين مكرونة ودول ثلاثة. مش عايز اجيب انا ناس كتير. السلام عليكم. السوق شغال اهو الحمد لله. المره اللي فاتت انا جيت، لما جيت صورت السوق ده ما كانش في حد. المره دي الناس سمعوا الكلام ونزلوا اشتروا. هات 5 جنيه عليك. السلام عليكم، عاملين ايه؟ الناس جموا اشتروا بعد الحلقه ولا انا عملتها ولا لا؟ طب الحمد لله. دي اسمها سمكه ايه بقى؟ المرة اللي فاتت جيت ما كانش حد بيجي السوق يا جماعة، وكان الناس دي مش لاقية. صوري صوري براحتك. قبل كده اسمها ايه السمكة دي؟ بياض. بياض؟ تحب تطلع معانا ولا لا؟ اطلع معاك. انا صورتكوا قبل كده، دي اسمها ايه؟ دي هامور. دي هامور؟ طب امسك الهامور بقى. وانا اسمي شريف. ماشي. يوميات مغربية ومصرية اللي صورتكم قبل كده على اليوتيوب. عايزة قد ايه؟ كلمك انا. اتفرج عليه. اسمه ايه بقى؟ اصلي انا وبناتي برضه. انت اسمك عم ايه بقى؟ ابو محمود. ما عندكش سردين النهارده؟ لا ما جاش النهارده السردين. طب شوف نفسك على القناه عشان احطك انت اللوجو. ماشي. ايه رايك في سوق امبابه؟ انا سوق امبابه شايفه اول مره ادخل هذا تبع السمك. اول مره تيجي لو عند النفق.
انا بشكر الناس اللي سمعوا كلامنا وجم اشتروا من الناس دي، فعلا السمك كان هيعفن. وانا كنت ماشيه المره اللي فاتت بالصدفه لما صورت الحلقه دي، وفرحت جدا ان الناس شافوا الحلقه ونزلوا ونفعوا الناس، وشايفين الناس هنا مبسوطه. الحمد لله يعني، الحمد لله. للاسف احنا ما لقيناش السردين اللي احنا عايزينه. اوقف التصوير على كده. النهارده انتم معانا في حلقه صينيه المكريل باسرع طريقه وابسط طريقه. طب عليكي حد من الضيوف، هعمل لكم صينيه لا يعلى عليها. يلا تابعوا معايا. شايفيني؟ شايفينك. يلا تابعوا معانا على قناه يوميات مغربيه ومصريه، سر الاكل البلدي الطبيعي بتاع زمان. اول حاجه انا عندي سمكتين حلوين كده معقولين يعني. الناس ما بتفتحش، انا بفتح. هعمل ايه؟ هعمل كده اهو. هتبل من هنا ثوم بشويه ملح، تمام؟ وهعمل كده. المقادير بقى عندي ايه؟ انا خلاص فتحت اهو. المقادير عندي فلفل الوان، ماشي، اصفر، اخضر، احمر، طماطم مقطعه، مش هحط خضره. هعمل وتطرنشات. هعمل هنا ليمون، وهعمل ثوم، وهعمل جزر وبصل، تمام. جبت السمنه الصينيه الجديده اهي اللي انا قلت لكم هشاركها معاكم. جبت بقى ايه الصينيه ودهنتها حبه زيت، ومش هحط ورق الومنيا ولا ورق زبده. تابعوا معايا. اقفلي حاجه. صينيه المكاريل، والمكاريل البلدي الاصلي اللي هو على ابوه يعني. هنبدا هنا، مش هنعمل ورق زبده ولا ورق الومنيا، وهقول لك ازاي يا حبايبي. تابعوا للاخر. دلوقتي انا بفرج اهو، بدل ورق الزبده والالومنيا انا بحط بصل. احنا هنعمل اكلات مش مكلفه، يا دوبك الاكل اللي يكفينا. طبعا البصل عامل عينيا، والدنيا هتتبهدل على عينيا، مش قادره. بصل حار، البطاريه بتنخفض يا مروان. خلاص وقفي قبل ما اخلص، تمام. ادي كده فرشنا. هنعمل اكل يا جماعه طبيعي جدا، من غير اي اضافات، من غير حاجه. اكلنا كله طبيعي طبيعي طبيعي، من غير اي حاجه، تمام. جاهز كده معايا. انا فرشت من هنا اهوت البصل اللي هحط عليه ايه هنا. هنا انا في ليمون، تمام. هدي بس رشه ليمونه كده اهو اهو، عشان المذاق، تمام. وكمان حبه سمنه بزيت عشان ما يلزقش معانا. هبتدي ان انا اوزع كده، تمام. هجيب هنا الجزر مع الليمون اهو، او ممكن احطه هنا معلش. وهجيب الثوم الكتير ده، انا بحب اعمل كل حاجه بايديا يا جماعه. مرضوا اليوم صميمه تخدم خباطاتها. ايوه. اهو هنا بقى فلفل اسمر، فلفل ابيض، كزبره، كمون، توابل، حبه بهارات عاديين بتوعنا. حط البصل كتير جدا، تمام. كانت تعملي شغل في الشغلات. هعمل ايه طيب؟ انا مش عايزه اخسر اي حاجه، تمام. وادي ده في بقى في طم في دم مقطع دوائر. فلفل، المهم العجلة يعني العجنة يعني، فاهمني؟ ماشي. دي تون أهم حاجة. الفلفل بقى اللي هو ده، تمام. محدش يستغرب يعني من الطريقة يا جماعة. المهم اللي أنا هدوقكم أحلى صينية سمك يعني تشوفوها، وأحلى طعم بإذن الله. الصينية دي تنفع كمان في رمضان يا جماعة، والله هتعملوا أحلى شغل. على فكرة احنا بنعمله التفريشة تبع البصل وده، بنعمله أحلى شغل إن شاء الله. شاء الله من غير اي مكسبات طعم. وقفي الكاميرا ونوريني ملح. الكمون كتير بس يا جماعه، لازم الكمون يبقى كتير.
انا بعمل بايدي المعلقه جنبي، لو عايزه اعمل بالمعلقه هعمل بالمعلقه، انا بعمل بايدي صينيه السمك دي نفس. ماشي، هدوق بس بالمعلقه. دوقي. عايزه احط فلفل اخضر حار عليها، بس للاسف انا ولادي هياكلوا منه فمش هقدر. وادي السمك، كتموتي على الحامض. بصوا بقى يا جماعه، نفس السنجار اللي انتوا بتجيبوه من بره واحلى، بس في البيت، في البيت اهو. كتري الحشوه وما تخافيش، والله ما تخافي من حاجه. على فكره مثل الطريقه بصي، احنا في اللي بيزود عليه الرز او الشعريه الصينيه. خدي بالك من اللي هيحصل. كويس، نفتح السمكه للاخر عشان استفاد من كل حته فيها اهو. بحشي ان الحشوه دي هي اللي ابو رضوان بياكلها وبيحبها جدا مني. الصينيه دي يا جماعه في رمضان طبعا الواحد بيبقى صايم، يبقى عايز ياكل اي حاجه. قربي كده بالكاميرا يا ام محمد وفرجي الناس اهو، متخافيش من اي حاجه. بصي ليها للاخر، عمري ولا يهمكم اهو. عمري ما تخافيش، ممكن نحطها كده اهو. نحط من هنا شويه لان الصينيه دي هتبقى طعمها ما اقولكوش سمك سمك يعني، هي دي اللي بتخلي الواحد ياكل بصراحه. وش من الليمون، ما تخليش من حاجه، اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم. عندكم حتى اللي بيشوفوا بره بيعملوا فيها هذا الشيء. انا هعملها كده ومش هعمل عليها لما تطلع الدقه، لا انا هخليها هي تستوي بدقتها، هتبقى طعم غير شكل. نجيب الطماطم، افرش الطماطم كده بين السمكتين. تمام، احنا تعبنا بصراحه اهو. اهم حاجه خلي الطماطم بين السمكتين يا جماعه عشان الوش. تمام، اجيب البصل اهو وهوريكم بتعملوا ايه عشان البصل ما يترش معانا، ما ينشفش معانا. حطينا ده الليمون بيطري. تمام، معلش بقى المطبخ بتاعي مش قادر يجيبني انا والكاميرا كاميرامان كاميرامان ان انا انتوا عارفين الحمد لله يعني احنا احسن من الحمد جنة. لله الحمد لله، الانسان عنده سقف ستره احنا احسن من جنة. الله والشكر. بصوا يا جماعه، خفيش كل ده يروح مع الشوي. يلا لسه 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 يا ماما، انت شفتي حاجه عشان ما يتحرقش مننا. كل ده بقى هيطلع معانا تاني. دي طريقتك انت ولا طريقه المصريين كلهم؟ طريقتي انا، طريقتي انا. بس دوسي كده، تاخدي صوره، دوسي قربي كده بس وقفت كمان. فتحت على السمك وام محمد روحت. طبعا الساعه بقت 10 بالليل يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. احلى صينيه سمك عملتها النهارده لجوزي ابو عيالي، اتمنى يكون الوصفه عجبتكم. انا بس هقلب السمك كده ووريكم الجمال عامل ازاي. وبقى اقل تكاليف يا جماعه، نسيت اقول لكم حطيت فلفل ايه، اقل تكاليف. يلا خليكم معانا في يوميات مغربيه ومصريه وطبخات المغربيه ام محمد وطبخات المصريه دينا او ام رضوان اللي يعجبكم، وهعمل لكم اقل تكاليف للطبخات. يا رضوان تعالى حبيبي، بصي ماما عملت صينيه سمك حلوه، شامم الريحه حلوه. يلا بقى عشان ناكل بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم.
نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واللي عجبته الوصفة يعمل لنا تعليق ويعمل لنا مشاركة ويعمل لنا إعجاب، وما تنسوش تدعولي بالخير عشان دي أقل حاجة في الوصفات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.